بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى اخي صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه في وفاه سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني رحمه الله كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ومواساه مماثلتين إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.